يلا لحظة بس. في محل بس ليشيلوا وش الشباب. أو الخروج بقى. مجنون هذا. إيه؟ يا زلمة إيه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نور البقرة. وبيني وبيني التحريك. كأنه إلعن من الأرض. أعطونا خمسة. ثلاثة. اثنين. والله يجي التحريك. سهرة. سهرة. والله يتحسن. والله في عمو جهاد عمر. اول شيء فارس. طيب من فارس لعمو ورجع لعم فارس. ايه يا لطيف. يا لطيف. يا لطيف. يلا اوكي. برافو عليك يا سوسو. كمل. لا تطلعي بالراس. اوكي يلا يلا خليها تجي. طب ليش ما قدر يحطها؟ الله كبير. طالع فوق محمود. طالع فوق. يلا تعالى تعالى يا شباب. ما حدا يحكي. ها هو متى ما ثبتوا مو مشكلة. أيه. بس الحركة عم تعمل. نزل ظنوا أنها من حسام. هو ماشي. اسمع لك الغي افكم من قدام الكادر بس يبعده قلنا لك خليك هون. لحظه شو سويت؟ بعدين نلحق الملك. مديوم للون دخل هذا اخذ الخبزات منه وراح ضبينا عليه مع ثلاثه بعدين سام تجي هيك. هذيك الأولانية المجيد لحظة بس المفاجأة في مو ما في مفاجأة. في هيك ايوه هناخد حالة تانية شوي. تفضل بهديك. قط جماعة. أنا لك ملاحظة واحدة. إيش بنستدعي لي أن أشرح لك تراجع. صدقتي أنت كمان. أيوة اللص. عصام الأول. شو ماشي الحال؟ بعدين بدي أقول له عملاً. عصام. لا ما كان يكيف. يلا. لا. واحد هون. حط هيك. واحد طلع على أول.
مضبوطة حق مضبوطة 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 أشر لهم أنت والله. أنت شو بدك؟ أنا عم بعمل رياكشن. طلعوا أسبوع يعني؟ أنا أريد أستنى طلعوا. أوكي. يلا جماعة. طه شحن شحن. كمان. أيوة حلوة. هيدا نحطها على البروشور تبعنا عشان ثلاثة صرخوا اثنين برافو قط جماعة أنا لك ملاحظة واحدة إيش بدنا نستدعي لي أنا أشرح لك تراجع صدقتي أنت كمان أيوة اللص عصام الأول شو ماشي الحال؟ بعدين بدي أقول له أعمل لا ما كانت هيك يلا طلع على أبو مضبوطة مثل ما بسوي أنا ساوي مثلي هلا وقت بتطلع فيني مثل ما بسوي ساوي مثلي مش ما كنت مع معلم هاي هنوصل فيها هذا حتدخلوا من وراء هو ماشي أقول لك زي من قدام الكادر بس هناك وخليكم هني لحظة شو بسوي تكتك بعدين نلحق الملك مديوم للون دخل هذا اخذ الخبزات منه وراح ضبينا عليه مع ثلاثه بعدين سام تجي هيك يا عمرو بس انت بدك مش مني خلص مش اكثر هذيك الاولانيه المزيد المزيد
لحظة بس المفاجأة في مو ما ما في مفاجأة في هيك أيوة هناخذ حالة تانية. يلا لحظة بس في محلة بس ليشيلوا الشباب او الخلود بقى مجنون هذا ايه يا الدنيا مثل ايه لا اله الا الله بيني وبيني التحريك اعطونا خمسة ثلاثة اثنين والله يجب تاريخ أشر لهم أنت والله. أنت شو بدك؟ أنا عم بعمل رياكشن. انا ما شفت امتى اجيت انت ثلاثة صرخوا اثنين برافو ليك يا سوسو كمل طالفوا يلا تعالوا الشباب ما حدا يحكي ها هو متى ما سبتهم مو مشكله بس الحركه عم تعمل نزل ظنوا انها من ما بده بكتر معك